اليوم استقبل السيد رئيس الحكومة يعني الوزير المنتدب لدى السيدة وزيرة المالية والاقتصاد السيد فوزي القجع رئيس الجامعة، وتم التباحث يعني حول السبل ديال الإرجاع ديال الجماهير للمدرجات، وتتوج هذا اللقاء يعني بالبلاغ ديال اللي كيبشر يعني الفئات اللي تعطشات بانها تكون حاضره يعني في المدرجات، الشباب ديالنا اللي مولع بالتتبع ديال الساحره المستديره. والحمد لله اليوم كنشوفوا بانه كاين عوده للحياه الطبيعيه بشكل تدريجي. المغرب حقق يعني مجموعه من الامتيازات فيما يتعلق بالمحاربه ديال الجائحه. يعني كنحييو الحكومه على هذا القرار هذا اللي الرامي الى فتح يعني الملاعب والفضاءات الرياضيه امام الجمهور. صراحه يعني الجمهور المغربي وحنا كجماهير مغربيه متعطشه لمثل هذه الامور هذه، حيت الفرجه ولا يعني في كتكمن ملي كتكون يعني داخل التيران ولا داخل يعني المدرجات ديال الملعب، وبالتالي يعني كتكون واحد يعني واحد الاضافه بالنسبه للفريق، وايضا حتى الفريق اللي انك تشجعوا لي انك يعني كتنتمي ليه. احنا دابا مثلا على مستوى سوس مثلا غزالة سوس موحش الفريق الجمهور ديالها عفوا انه لزيل طرا انهم يكونوا في المدرجات باش كيشجعوا وكيرفعوا يعني من الايقاع ديالها، وبالتالي هذا ما احنا الا غنتمنوا هذا القرار هذا اللي خذته الحكومه. والحمد لله يعني هذا الشيء يستبشر الناس ديال اللي كيدخلوا للميادين واللي كيولجوا للميادين يعني الجماهير بصفه عامه انهم فرحانين بهذا القرار. واكيد انه العوده ديال الجماهير غادي تنعكس اولا على النفسيه ديال المغاربه. المغاربه عياو، بغاو يدخلوا للمسرح، بغاو يمشيوا للسينما، بغاو يرجعوا يعني للمدرجات، ولكن في نفس الوقت كاينه دعوه للتسريع بالوتيره ديال التلقيح. الشباب ديالنا خصو يكون مقبل على الجرعه الثالثه، لان السبيل الوحيد اليوم في العالم ديال العوده للحياه الطبيعيه والعوده ديالنا للمهرجانات والمنصات ومجموعه من الامور اللي باقا مسدوده اليوم ما يمكن يكون الا يعني بالتلقيح، لان عينا من ديك سد حل وما خصناش نسدو مازال، لان هادشي غادي ياثر على الاقتصاد ديالنا. لذلك اليوم حنا فرحانين بهذا القرار هذا، وكنتسناو قرارات اخرى اللي غادي تنعكس ان شاء الله على الحياه الطبيعيه ديال المغاربه. وبالنسبه لهذا القرار اللي ديال اللي صدرت الحكومه الجديد ديال لو 5 ان شاء الله ديال اعاده الجماهير الملاعب، حنا فرحانين بهذا القرار هذا. كنتمناو الجمهور ديال الحسنيه بالاخص الجمهور ديال الحسنيه، حتى انا حسني كنتفرج بزاف في الحسنيه وعزيز عليهم شي التيران، كنتمنى من الجمهور ديال الحسنيه يرجع للملاعب و يشجعوا الفريق ديالهم ديال الحسنيه باش ان شاء الله يطلع من سميتو من اسفل الترتيب. حنا اليوم القرار تاع الحكومه بالعوده للجماهير الملاعب الوطنيه، وانا كحسني كتجي الحسنيه تاع كادير. المهم هذا القرار فرحنا حيت غنرجعوا نساندوا الفرقه ديالنا، بالاخص الحسنيه كتحتل المراتب المتاخره في الترتيب، وكنتمناو من الجمهور ان شاء الله الى رجع باش يعطي ثقة بزاف للفرقة ديالهم، وكنتمنى التوفيق للحسنية إن شاء الله ولجميع الفرق المغربية بالأخص الفرق اللي مشاركة في العصبة والكونفدرالية الإفريقية. نشكر الحكومة المغربية على هذا القرار اللي اتخذته على حساب الجماهير باش يوليو عاوتاني يدخلوا للتيرانات، وحنا تقبلنا هذا القرار بفارغ الصبر شحال هذه وحنا كنتسناو. ايوا كما العاده نمشيو عاوتاني الجماهير تدخل عاوتاني للتيرانات المدرجات عاوتاني يوليو زاهيين، وديما زاهيين ديما زاهيين مع الحسنيه. واش درتي اللقاء؟ اللقاح راه ضروري قال لك، حيت دابا اللي ما دخلش اللي ما ضربش ثلاثه الجرعات راه ما يمكنش ليه يدخل التيران. اللقاح راه ضروري منه بعد الوقت.